انا بحبها قوي، انما كصديقه ما تساعدكش في حاجه. ان جوانب شوف انا لساني لازم يقول الحاجات اللي مش حلوه، ها يعني مثلا اسالها جبت ده منين، والله ما انا فاكره اشتريت الحاجه دي، مش مجمعه الحته دي، ها انا بقى خدومه قوي اكتر من اللازم يعني. بس فيعني انما هي احنا بنغطي بعضينا في الحته دي، انما مش محتاجه منها الحاجه الحقيقه، انا معجبه بيها كهانم كده. لا هي بتقول حاجات بتلقائية ودمها خفيف جدا، يعني هي مثلا بتسألني فعلا ده جبتيه منين، انا فعلا مش فاكرة. طب حاجة هقول لها منين ازاي؟ يعني انا ما اشتريت حاجة خلاص، يعني انتهى الموضوع بالنسبة لي. يعني ممكن اشتري من هنا ومن هنا ومن هنا، فتقولي لي دي منين؟ ما اعرفش من اني حتة فيهم بقى، خد بالك، يعني مش لقمة لحاجة. لا طبعا.